أيها النظر الكرام، تحياتي لكم. بحال اللي كتشوفوا اليوم 24 ساعة أخيرة فاتت مدينة وجدة واحد الشتاء كبيرة وكبيرة بزاف. كنا كنشوفوا الشتاء قل منها، ولكن كانت هذه البلاصة اللي كنصورها لكم الآن هذه كانت واحد نقطة سوداء فوق السما، كتشوف الشتاء إلا وكتلقى الماء فوق التروطوار 60 70 80 سنتيمتر، تلقى السيارات واقفين. اليوم بفضل المجهودات ديال الراديو، وخاصة أقولها مرة أخرى، خاصة المهندس الجهوي السي فريد بن الصديق اللي كنشكره من هذا المنبر، اللي كيقوم بواحد المجهودات كبيره وكبيره بزاف في مدينه وجده، سواء باش يوفر الماء او باش يحارب هذه الفيضانات اللي كانت هنا. بفضل المجهودات ديالو هو راه معروف، كاع الولاد اللي فاتوا مدينه وجده كيعرفوه، كاع الناس كيعرفوه، انسان طيب خدام ليل ونهار وكيخدم اكثر من الطاقه ديالو. الحمد لله النتائج بانت في مدينه وجده، ما بقيناش نشوفوا هذوك البرك المائيه وهذاك الشيء اللي كاين يكون، ما بقيناش نشوفوه. ضرب كل شيء الحمد لله، هذه كانت نقطه سوداء. اليوم راه كل شيء بخير وعلى خير، ربما كاين شي اماكن بعاد ما شفناهمش، ولكن من هنا كنقولوا شكرا سي فريد وتبارك الله عليك.